اليوم الثاني من هذا المؤتمر. الورقة الأولى ستقدمها لنا الدكتورة نهى سعدي أحمد مغازي، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية جامعة الإسكندرية مصر، حاصلة على منحة الـ AUC للدكتوراه، منحة كندية للتعامل مع مرضى الفصام العقلي، واشتركت في العديد من الأبحاث مع هيئات فورد فوديشن، اليونيسف، اليونسكو، برنامج الدعم الأوروبي. الباحثة لها العديد من الأبحاث في مجال الإرشاد النفسي، ولها العديد من المؤلفات العلمية في مجال العمل مع الجماعات، مناهج البحث الاجتماعي، الاتصال الاجتماعي، الأمراض العقلية. ستكون البرزنتيشن إن شاء الله لمدة ربع ساعة، ثم نعطي المجال بخمس دقائق للأسئلة، ثم ننتقل للمحاضرة التي بعدها. تفضلي دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان البحث: تصور مقترح لدور المرشد الأكاديمي في ضوء معايير الجودة الشاملة في تعليم الخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال. طبعا أنا معايا باحث آخر، هي باحثة مشاركة معايا في البحث. احنا مجالين مختلفين، مجال الخدمه الاجتماعيه ورياض الاطفال، فلقينا نفسنا ملتقيين عند نقطه واحده اللي هي التدريب العملي، فحبينا نشوف هنا معايير الجوده شكلها ايه في كليه رياض الاطفال، معايير الجوده في معهد خدمه اجتماعيه اللي هو انا بنتمي لاسرته شكلها ايه. وطبعا مش عايزه اسبق الاحداث وكل النتائج، بس هنقارن في الدراسه بين هم عندهم ايه واحنا عندنا ايه. فنبتدي المقدمة: يعيش المجتمع المصري الآن في مرحلة انتقالية هامة يسعى فيها إلى النهضة والتقدم وامتلاك نصية المستقبل، فقد اعتبرت القيادة السياسية التعليم الركيزة الأساسية في معركة التقدم. ومن ثم فهناك ضرورة أن تتغير الإدارة التعليمية لمواكبة الجديد. وتعتبر إدارة الجودة الشاملة فلسفة إدارية عصرية ترتكز على عدد من المبادئ التي يستند إليها في المزج بين الوسائل الإدارية الأساسية والمهارات الفنية المتخصصة من أجل الارتقاء بمستوى الأداء. تأتي مشكلة البحث في أن التدريب أهم متطلبات إدارة الجودة الشاملة، فهو أحد المقومات الأساسية والضرورية التي يقوم عليها برنامج إدارة الجودة، لما له من دور كبير في التغيير من الإدارة التقليدية. ومن هنا فكرت الباحثتان في تقديم تصور مقترح لدور المشرف الأكاديمي على تعليم الخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال حتى يتسنى تحقيق الهدف من العملية التدريبية. فتحددت مشكلة الدراسة في التوصل إلى تصور مقترح لدور المشرف الأكاديمي بضوء معايير الجودة الشاملة في تعليم الخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال. وتأتي تساؤلات الدراسة في تساؤلين: هل دور المشرف الأكاديمي الحالي، وأنا عاملة طبعاً دراسة وصفية يعني بوصف الواقع مع معايير الجودة الشاملة في تعليم الخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال، كيف يمكن تطبيق معايير الجودة الشاملة من خلال عمل المشرف الأكاديمي؟ هل يساهم التصور المقترح اللي أنا حطيته أنا والباحثة في وضع دور للمشرف الأكاديمي بدور معايير الجودة الشاملة في تعليم الخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال؟ وأتت أهداف الدراسة في دراسة تحليل الوضع الحالي كما هو لدور المشرف الأكاديمي في تعليم الخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال، ومدى تطبيق معايير الجودة الشاملة من خلال هذا المشرف، هل بيطبقوا فعلا ولا ما بيطبقوش؟ وضع تصور مقترح لدور المشرف الأكاديمي في ضوء معايير الجودة الشاملة في تعليم الخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال. طبعا مفاهيم الدراسة كتير، فأنا أحاول إن أنا يعني أشير إليها بسرعة. هي أول حاجة طبعا يعني ايه تصور مقترح، لان طبعا بعض الناس ما تاخدش بالها ان الدراسه الوصفيه توصل لتصور مقترح. المعايير الجوده التعليميه، الجوده الشامله، المشرف الاكاديمي، تعليم الخدمه الاجتماعيه، تعليم رياض الاطفال، المشرف عليهم اللي هم الطلبه. وطبعا المقصود البحث انا طبقته على طلبه المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه الفرقه الثالثه والرابعه،
وطلبت رياض الأطفال أو معلمات رياض الأطفال الفرقة الثالثة والرابعة. إحنا وحدنا المجال المشرف اللي هو المقصود فيه المشرف الأكاديمي، ثم الإطار النظري للدراسة برضو هستعرضه بسرعة. أنا خدت يعني إيه الإشراف، مفهوم الإشراف، أهمية الإشراف. متطلبات العملية الإشرافية، وطبعاً البحث نازل في الفوليوم بتاع المؤتمر بالكامل. الإجراءات المنهجية للدراسة، تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية التي تستهدف الوقوف على الوضع الحالي لدور المشرف. استعنت أنا والباحثة بكذا أداة للدراسة، الزيارات الميدانية للمؤسسات، المقابلات غير المقننة، والاستبيان. المنهج المستخدم، احنا انا عملت مزوجة بين منهجين، اول حاجة المنهج الوصفي والمنهج المسح الشامل. الوصفي في التعرف على واقع دور المشرف الاكاديمي المسح الاجتماعي الشامل لجميع المشرفين اللي احنا بنسميهم بلغتنا المعيد والمدرس المساعد اللي بينزل التدريب العملي على طلبة الكليات. سواء طبعا كانت خدمة اجتماعية او رياض اطفال، فانا خدت 27 وده مسح شامل و27 من رياض الاطفال. هي جت بالصدفة يعني ان هم نفس العدد. المجال البشري طبعا طلاب رياض الاطفال والخدمة الاجتماعية. نتائج الدراسة، من خلال تفسير النتائج ومناقشتها اتضح ان دور المشرف قد اتضح ان هناك بعض الادوار بتتناسب مع محور التقييم والتخطيط لصالح رياض الأطفال، أما محور الإشراف فهو لصالح المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ومحور أساليب التعلم وإدارة موقف التعلم كان لرياض الأطفال والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في حاجة لتطوير هذا المحور. وقد أجابت الدراسة على كيف يمكن تطبيق معايير الجودة من خلال عمل المشرف الأكاديمي بمحاور الجودة مثل التخطيط ومجال الأساليب وإدارة موقف التدريب والمعرفة بالتخصص والتقويم ومهنية المشرف. ومن خلال الإجابة على محاور الاستمارة اتضح عدم وضوح الدور بالنسبة للمشرف الأكاديمي في تعليم الخدمة الاجتماعية. وطبعاً إحنا في حاجة، إحنا لسه في بداية الجودة في المعهد عندنا، فإحنا يعني هذا المؤشر للدراسة هيفيدنا في إزاي نحط معايير لجودة المشرف. فقد خرجت الدراسة التوصيات في صورة تصور مقترح لدور المشرف الأكاديمي، محاولة من الباحثتين لوضع دور ما يجب أن يكون، وقد وضعت آليات لتنفيذ وتطبيق هذا التصور. توصيات الدراسة هو طبعاً التصور المقترح من خلال العرض والتحليل للدراسة، سعت الباحثتين لوضع تصور مقترح لدور المشرف الأكاديمي في تعليم الخدمة الاجتماعية. طبعا اي تصور مقترح ليه ايتمز، اول حاجه الاسس اللي يقوم عليها التصور طبعا بتبقى مجموعه الدراسات والبحوث، شبكات الانترنت، الخبره مثلا لدى الباحثتين. فانا بعمل في التدريب لمده 25 سنه في المعهد بتاعي وماسكه يعني فرقه كامله في التدريب العملي. تاني حاجة الهدف من التصور، أي تصور في الدنيا تصور مقترح ليه أهداف، يهدف هذا التصور إلى وضع دور مقترح لدور المشرف الأكاديمي على تعليم الخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال. ثالثا الاستراتيجيات والتكنيكات المستخدمة في النموذج. العصف الذهني، الاستقراء والاستنباط، الإقناع. رابع الأدوار المهنية للمشرف الأكاديمي، دور المساعد، دور الممكن، دور الوسيط، دور المرشد. محتوى التصور، المحتوى الطلاب طبعا أهم حاجة في التصور الطلاب للتعرف على حاجاتهم ورغباتهم لوضع الأهداف التدريبية، المشرف الأكاديمي اللي هو المعيد أو المدرس المساعد، إدارة الكلية وإيمانها برسالة رؤية الكلية، وهي تعتبر من معايير جودة في مجال رعاية رياض الأطفال وإدارة المعهد. عوامل نجاح التصور، ترتبط هذه العوامل بالدور المقترح للمشرف الأكاديمي في رياض الأطفال، ضرورة التخطيط من بداية العام للتدريب العملي، ضرورة تحديد الاحتياجات التربوية والاجتماعية، تصميم أنشطة التدريب الملائمة،
تطوير الأداء من خلال التقييم الذاتي، ممارسة التقييم الشامل والمستمر للأداء المتدربين، أساليب التعليم وإدارة موقف التدريب والمعرفة بالتخصص. طبعاً آخر حاجة في التصور اللي هي الآليات، إزاي نطبق هذا يعني في أرض الواقع هذا التصور المقترح اللي احنا طلعنا بيه. أول حاجة نجود السياسة، يعني تحديد المهام اللي يجب أن تتم، المراقبة، معرفة الصلاحيات، الحقوق والواجبات، إعادة هيكلة التدريب في المؤسسات التعليمية، تجويد الأهداف، يعني نحط أهداف جديدة عشان نستثمر طاقات الطلاب، تجويد مدخلات النظام، أي إعداد قيادة الجودة وتخطيط مصادر الدخل وتحديد أوجه الإنفاق، تجويد عمليات النظام، توفير قاعدة بيانات إلكترونية، وتجويد المعايير والمؤشرات، وتجويد المخرجات. وشكرا. احنا اربع محاضرات برزنتيشنز، فنحن حناخذهم كلهم بالكامل وبعدين نفتحوا النقاش. شكرا دكتوره. شكرا. العرض الثاني، الخطه الاستراتيجيه المقترحه لضمان الجوده في جامعه ابي بكر بالقائد الجزائريه، دكتوره راضيه مشعور. شعور أستاذة بجامعة أبي بكر بالقايد تلمسان في الجزائر. عندنا الدكتور عبد المنعم قبيسي أصيب بوحكة صحية لهذا الصباح وهو يعتذر وذهب للفندق، نتمنى له الشفاء إن شاء الله. تتطابق مع المعايير الدولية، إضافة إلى تقويم الطالب الجامعي وفقا لهذه المقاييس، لهذا الحصول على خريجين منافسين وناجحين في الأسواق العالمية، قادرين على تلبية حاجة المجتمع من التنمية المستدامة. كل هذا كيف يتم؟ خطتي كانت على ثلاث محاور. أولاً تقييم مسائل الجامعة الجزائرية لضمان جودة التعليم العالي. توصلنا إلى ضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة بها، ثم اقتراح خطة استراتيجية لضمان الجودة لهدف لتحقيق الهدف الأسمى وهو Quality Assurance لتحقيق ضمان الجودة، يمكن تعريفها بمجموع إجراءات منهجية تصحيحية أيضاً الوقائية لتلبية متطلبات الجودة، هي في نفس الوقت تمكن الطالب من مواجهة تحديات المعرفة على مستوى عالمي وكسب خصوصا ثقته بنفسه وبمؤسسات التعليم العالي الجزائرية والعربية معا، لإدارة ملائمة تكوين الطلبة مع متطلبات سوق العمل. السؤال الجوهري،
هل حققت الإصلاحات التي عرفتها الجزائر إلى يومنا هذا الهدف المرجو منها؟ أكيد سواء خير دليل فكل من المناهج والطلاب وهذا لا نصل إلى الغرق. يمكن مبعثر في 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 مجموعة ولا في فضاء واسع. لذا كانت محاولة يعني الهدف كان محاولة تكييف التعليم العالي مع التوجه العالمي لضمان الجودة. أول خطوة كانت تبني تطبيق نظام الألم اللي هو ليسانس ماستر دكتوراه كإصلاح جديد ابتداء من سنة 2003-2004. هذا كان استجابة الجامعة لمتطلبات حياة جديدة، أيضاً لاستيعاب التطورات العلمية والتكيف مع المستجدات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، في نفس الوقت تنظيم وتفعيل النظام التكويني لمواجهة التحديات التي تقف عائق أمام تطور الفرد والمجتمع، وأكيد للتفاعل الإيجابي مع كل هذه التغييرات، يعني البيئة المحيطة. الخطوة الثانية المطروحة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت إنشاء خلايا ضمان الجودة سنة 2008-2009 على مستوى كل الجامعات الجزائرية. سنتين فيما بعد كان إنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ ضمان الجودة في التعليم العالي، يعني سنة 2010-2011. نتيجة لكل هذا أكيد الملاحظ هو تقدم معتبر من ناحية الشكل والتنظيم للمؤسسات الجامعية. كل هذا الهيئة الأرضية لتفعيل منهج ضمان الجودة الذي يتمحور حول أربع محاور أساسية، وهي التكوين، البحث، الحوكمة وهو الهدف، والإطار العام لحياة الطلبة. إذن نستخلص أن هناك حتمية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة الجزائرية. لماذا؟ لأنها تعاني من انعدام الاستقلال الذاتي وضخامة الأنظمة، غموض التعليمات وتناقضها في نفس الوقت، تعدد المستويات أو الحلقات الإدارية الهرمية. معظم الطاقات، طاقات الجامعة تصرف على الأمور الروتينية، يعني لا تخصص بأهداف أسمى. أيضاً تستخدم أساليب لمراوغة وتأخير عملية الإصلاح. لذا شروط البقاء والتميز يتمثل في التطبيق السليم والشامل لمفهوم إدارة الجودة وفق خطة استراتيجية أرضية ملائمة في كافة البنى التنظيمية والإدارية والاجتماعية داخل الجامعة وخارجها، ثم توفر القناعة التامة لدى الإدارة العليا بأهمية هذا المفهوم وجعل الجولة في مقدمة استراتيجيات الإدارة العليا والعمل على نشر هذه القناعة، وأكيد إعداد بارع لعملية التنفيذ، يعني لا يكفي وضع الخطة والانتظار. مباشرة أنتقل إلى الخطة الاستراتيجية لجامعة أبي بكر بالقايد وتبدأ بالرؤية والرسالة. فكانت رؤية الجامعة تسعى إلى تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على مستويات محلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة بما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. رسالة الجامعة تمثلت في دمج ثقافة الجودة والتحسين المستمر في العملية التعليمية والبحثية، نشر ثقافة وأخلاقيات البحث العلمي وأسر على ذلك، تدعيم التعاون بين الجامعة والجامعات الأخرى ومراكز البحث العلمي، ثم تطوير البرامج التعليمية في ضوء المعايير المحلية والإقليمية والعالمية. أكيد الدراسة تبدأ بتحليل صوت، يعني تحليل العناصر أو تحليل البيئة الداخلية للجامعة ثم تحليل البيئة الخارجية. فتبين أن الجامعة تتمكن من مجموعة من نقاط القوة، منها سمعة متميزة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ارتباط الجامعة بالعديد من اتفاقيات التعاون أهمها اتفاقيات وضعت مع الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا، يعني كان اتفاق بين جامعة تليمسان وجامعة موبيلي الفرنسية، حرم جامعي بموقع متميز وتوفر على بنية أساسية وتكنولوجيا مهمة، تنوع وتعدد في التخصصات، إلى إضافة إلى وجود قنوات متميزة من أهمها النشرات والمؤتمرات إلى آخره. أيضا تدعيم البعثات إلى الخارج ونظام الإشراف المشترك ووجود خلايا لضمان الجودة بالجامعة تسعى لتحقيق أهداف التخطيط الاستراتيجي والارتقاء بقدراتها التنافسية، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات تطوير التعليم الجامعي بها مما يسهم في تحسين كافة الأنشطة التعليمية والبحثية.
أما بالنسبة لنقاط الضعف فللأسف يمكن جلوها في غياب معايير مرجعية محددة وواضحة لتقييم الكليات، عدم وجود توصيف واضح ودقيق للمناهج يمنع التكرار، يعني يمكن الخطأ الكبير الملاحظ في نظام الألمد، لا يوجد تنسيق بين مرحلة الليسون ثم الماستر، يعني يمكن تكرار في المناهج والبقايس، غياب المتابعة والمراقبة من جانب اللجان العلمية على محتوى الكتاب الجامعي، ضعف كفاءة وفعالية نظم المعلومات والاتصال لربط الجامعة وكلياتها ووحدتها، يعني رئاسة الجامعة ووحدات أخرى، ضعف استخدام الأساليب التكنولوجية، انخفاض مرتبة الأساتذة مقارنة بدول المجاورة مثل تونس والمغرب، مما يعيق هدف الباحث في التفرغ للبحث العلمي أكثر. أيضا عدم توجه البرامج الدراسية بشكل كافي لتلبية الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، ومحدودية دور البحوث في مواجهة المشكلات التنموية. بالنسبة للفرص المتاحة وهو ضمن تحليل البيئة الخارجية، فهناك زيادة الاهتمام المحلي والإقليمي والعالمي بأهمية ضمان الجودة والتحسين المستمر، إنشاء اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد كخطوة تمهيدية، إنشاء خلايا ضمان الجودة والنمو المتزايد في أعداد الطلاب القادمين من دول أخرى. بالنسبة للتهديدات، وكانت زيادة مستمرة ومتتالية في أعداد الطلاب المتحدثين، التدهور المستمر في مستوى الطلاب القادمين من مرحلة التعليم الثانوي، لذا كان في صبيحة تأكيد على والحرص على المخرج المرحلة الأولى، المخرج الثانويات الذي هو مدخل الجامعة بالدرجة الأولى. أيضا عدم التوازن بين أعداد الخريجين من التخصصات المختلفة والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، إضافة إلى زيادة معدلات البطالة، مما يؤثر سلبا على دافعية الطالب نحو التفوق والتميز. إذا الخطة المقترحة كانت عبارة عن أربع غايات، أكيد مرفوقة بمجموعة من الأهداف الاستراتيجية. الغاية الأولى تمثلت في تطوير دور جامعة أبي بكر بن طايب كأحد المراكز العلمية المتميزة في إطار نظام جودة شاملة برؤى ذات توجه مستقبلي، توفير مناخ جامعي يتفق مع فلسفة ومبادئ الجودة والتميز، موجه بالقيم والمبادئ الثقافية والاجتماعية والأخلاقية السليمة، ويسوده العدالة والمساواة والديمقراطية والتعاون والاستقلالية. الغاية الثالثة تمثلت في رفع كفاءة وفعالية الجامعة كأحد المراكز البحثية المتميزة التي تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكز التعليمية، ثم أخيراً زيادة قدرة الجامعة على المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة وتفعيل المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وتسويق خدمات الجامعة التعليمية والبحثية والتطبيقية والاستشارية. كل هذه الغايات أكيد كانت مرفوقة بمجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي أهمها هو تأهيل كليات الجامعة للاعتماد من خلال إمداد ولا طرح طلبة متميزين قادرين على التنافسية في سوق العمل. النتيجة، لا تتمكن الجامعات من المنافسة إلا بتطبيق سليم وشامل للخطة الاستراتيجية. لابد أن تبقى منفتحة باستمرار على القضايا الاجتماعية منطلقة من احتياجاته ومعبرة عن مطالب التقدم والثورة العلمية والتكنولوجية، وواعية بدور الجامعات كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة. وكتوصيات نقدمها في آخر هذه الورقة، تبادل الخبرات والممارسات بين الجامعيين الجزائريين ونظرائهم في الجامعات العربية والغربية، وخير دليل مؤتمرنا هذا كان من أبرز، إضافة إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه تنفيذ الخطة الاستراتيجية في الجامعة مجموعة من المشاكل الإدارية والبشرية مثل الإشراف غير فعال والمتمثل في القادة، قلة التدريب للعاملين، وعدم فعالية إجراءات التصحيح. لذا تنفيذ الخطة الاستراتيجية سيبقى رهيناً
لمجموعة من الضمانات أهمها إيمان القيادات السياسية والأكاديمية بهذه الخطة، تحويلها لبرامج عمل واتخاذ إجراءات فعلية للتنفيذ والمتابعة، وترخيص ترسيخ ثقافة جديدة تركز على الجودة والتحسين المستمر. أيضاً تغيير التشريعات الجامعية التي تلائم المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية. ونختم هذه الورقة بمسلمة تبنى عليها حركية المجتمع وازدهاره، وهي أن الثابت الوحيد هو التغير، ومن ثم فإن مواكبة ومواجهة إفرازات هذا التغير يتطلب وبشكل مستمر التفكير في رؤى تقويمية وأفكار تصويبية تتجسد في الغالب في مشاريع إصلاح تأخذ عدة أشكال ومسميات، تمس سياقات حيوية مختلفة على المستوى المحلي والجهوي وحتى الدولي، ومن السياقات الهامة هي إنماء وتطوير المجتمع المستهدفة بهذه المشاريع الإصلاحية السياق التعليمي والتكويني والتربوي بشكل عام والعالي بشكل خاص. فواقع الجامعة الجزائرية بكل مكوناته البشرية والمادية والرمزية يمثل مدار حديث متعدد الرؤى يتخذ مستويات متفاوتة من حيث القوة والاتجاه، تتراوح بين الخطاب الرسمي والخطاب الإعلامي والرؤية النقدية والمشحون بالانطباع السلبي. في الأخير أود شكر جامعة زيتونة المتميزة وشدة وجدية المناقشة على خير دليل على نجاح المؤتمر، ومبروك لنجاح المؤتمر على استضافتنا وحسن الكلام. شكرا. الورقة التالية للدكتورة وفاء صائغ، مدى توافق الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس مع معايير الجودة الشاملة في كلية الاقتصاد المنزلي التابعة لجامعة الملك عبد العزيز. دكتورة وفاء أستاذ مساعد تكنولوجيا تعليم جهة العمل جامعة الملك عبد العزيز كلية الاقتصاد المنزلي قسم اقتصاد منزلي تربوي، مساعدة وكيلة كلية الاقتصاد المنزلي للجودة والتطوير، اشتركت في العديد من المؤتمرات والدورات وورش العمل ولها بحث منشور في مجلة علمية. تفضلي دكتور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا عنوان البحث مدى توافق الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس مع معايير الجودة الشاملة في كلية الاقتصاد المنزلي في جامعة الملك عبد العزيز. إحنا كنا ثلاثة مشتركات في البحث، دكتورة نادي الصبي، دكتورة نهى جارود، وأنا وفاء الصايغ. قيل على الجودة ما قيل، وخير مرجع لنا كتاب الله وسنة رسوله. فالجودة يعني هذه من واقع ديننا ليست جديدة يعني علينا. الجودة الشاملة في مجال التعليم المقصود بها الجودة المبذولة من قبل العاملين في المؤسسات التعليمية لرفع مستوى المنتج التعليمي اللي هو المخرج التعليمي من خريجين وفقود ما يتناسب ومتطلبات المجتمع وبما تستلزمهم هذه الجهود من تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات التعليمية التربوية لرفع مستوى المنهج المنتج التعليمي عن طريق تضافر جهود العاملين في المؤسسة التعليمية. أهمية الجودة، كثير من الأوراق والدراسات تتكلم عن أهمية الجودة، بس هي بكل اختصار تكمن أهمية الجودة في الدراسات وفي التنظيم اللي تعمل وإيمانا من المسؤولين في المملكة العربية السعودية بأهمية الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي، تم إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي تمثل اللجنة الرئيسية
للرقي بمؤسسات التعليم العالي، والتي عملت على وضع معايير للجودة والاعتماد الأكاديمي تتماثل مع المعايير العالمية الدولية. أهمية الدراسة، أول حاجة تحديد درجة التوافق بين الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومعايير الجودة الشاملة. بعدين تقديم قائمة بالمهارات والكفايات التي يجب أن يمتلكها أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي. تقديم تغذية راجعة لمعرفة نقاط قوتهم وضعفهم. التعريفات الإجرائية للدراسة، الأداء الأكاديمي مقصود به ما يقوم به عضو هيئة التدريس من مهام تدريسية أو أي مهام أخرى أثناء قيامه بعمله كعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز. معايير الجودة الشاملة، مجموعة المعايير التي تهتم بتحسين وتطوير مساهمات أعضاء هيئة التدريس لزيادة فعالية المؤسسة التعليمية التي يعملون بها. آخر تعريف، مدى التوافق بين الأداء الأكاديمي ومعايير الجودة الشاملة، نقصد به الدرجة التي يمكن الحكم من خلالها على قدرة عضو هيئة التدريس على القيام بمهامه، والتي من خلالها يستطيع زيادة فعالية الجامعة، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس على المقياس المعد لأغراض الدراسة. محددات الدراسة عبارة عن استبانة تم بناؤها لقياس درجة التوافق بين الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس مع معايير الجودة الشاملة، اشتملت على 81 فقرة، تم تقسيمها إلى 6 مجالات، كل مجال يمثل مهارة. أول مهارة عندنا مهارة التخطيط، تتكون من 18 فقرة، مهارة التنفيذ 24 فقرة، مهارة التقويم 14 فقرة، مهارة الاتصال والتواصل 15 فقرة، مهارة خدمة المجتمع 3 فقرات، مهارة تطوير الذات تتكون من 7 فقرات. الطريقة والإجراءات، تكونت عينة الدراسة من 53 عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد المنزلي، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية تبعاً للرتبة العلمية والقسم الذي يعملن به والخبرة التدريسية لهن، وهذا يحد من تعميم نتائج الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في الكليات والجامعات الأخرى. عندنا جدول يوضح توزيع الدراسة حسب متغيرات الدراسة. تم تطبيق الأداء على عينة الدراسة، وقد تمت متابعة تطبيقها من قبل الباحثات. تم رصد استجابات عينة الدراسة على الأداء لتحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم الإحصائية SPSS والإجابة على أسئلة الدراسة. متغيرات الدراسة، عندنا مجموعة من المتغيرات، متغير أساسي وهو مدى التوافق الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس مع معايير الجودة، ويقاس بتقديرات عضو هيئة التدريس على فقرات المقياس. متغيرات أخرى، رتبة عضو هيئة التدريس ولها 4 مستويات، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر. القسم الذي يعمل به عضو هيئة التدريس وله 7 مستويات، الاقتصاد المنزلي التربوي، دراسات الطفولة، الملابس والنسيج، الغذاء والتغذية، الفنون الإسلامية، إدارة السكن والمؤسسات، التصميم الداخلي. الخبرة التدريسية لعضو هيئة التدريس ولها 4 مستويات، 5 سنوات فأقل، من 6 إلى 10 سنوات، من 11 إلى 15 سنة، 16 سنة فأكثر. نتائج الدراسة ومناقشتها. النتائج